طيب قبل ما ادخل بقى على في حاجه مهمه كمان قوي كده، انت لعبت على ناس كانت تقيله قوي في نص الملعب، كان في كابتن انور سلامه، وكان في مشير عثمان، وكان في صفوت، وكان في جمال عبد العظيم، وكان في طاهر، وكان في مختار. ازاي انت فكرت وطورت نفسك بقيت اساسي على الناس دي كلها؟ كل واحد فيهم له اسلوب. نعم. انا كنت يعني عندي ميزه انه الجرأة الهجوميه، لانه كنت راس حربه، فكنت اسرع واحد ياخد قرار هجومي، اسرع واحد يخش ال 18. مباريات كتيره جدا كانت تبقى مقفوله، مظبوط، مش عارفين يجيب جول، يعني مقفوله من هنا مقفوله من هنا، القطيب عليه اتنين مش عارفين يجيب جول، والوقت بيمر. فكنت انا دقيقه 80 82 84، لو تشوف حصر للاهداف اللي انا جبتها، دقيقه 85 دقيقه 86، مع ان ده مش مكاني، لكن بضطر اعمل البديل. المغامره انك انت تسيب مكانك وتدخل علشان تخلص الماتش. فكان يعني في ماتشات كتيره خلصتها يعني 1-0 في الدقيقه 85 دقيقه 86. الجرأه دي ما كانتش موجوده عند الزملاء بيعملوا ايه؟ بينفذ تعليمات المدرب بالظبط، انت ما تطلعش من الحته دي، انت تلعب يمين، لا انا بلعب الكره المودرن الموجوده في الملعب. يعني مثلا صفت من اعظم صناع اللعب، الله يرحمك، لكن نادر جدا لما تشوفه ال 18، دي حقيقه، دايما في قلب الملعب حوالين السنتر، ومعظم لاعبتنا كانوا كده. دي حقيقه. انا ما بطلت، انت يعني خلينا اكمل بس الجزئيه دي، بقيت اساسي في الحته دي وخلاص، انا وانت حفظناها، بقينا ببص لك وانت بتبص لي، عارف انا هعمل ايه اول ما الاقي تبقى من عادات بتاعتنا بقى، حاجات لاول مره تسمعوها، اول ما الاقي قبل الماتش الكلام ده كنت بحس بيها، اول ما الاقي الكابتن محسن صالح واقف ويقوم واخد فرده من شنبه من هنا ويعمل فيها كده، اعرف ان هو مركز كويس قوي، عامل كده وهو بيكلمني ومركز قوي، ببقى انا كمان مركز اكتر منه. الماتشات دي كلها، دي كان احيانا سين بيننا وبين بعض، الماتشات اللي هو كان بيبقى مركز فيها وانا مركز فيها، كنا بنخلص فيها من بدري قوي قوي قوي، بنريح نفسنا وبنريح جمهورنا فيها. فاكر الحاجات دي؟ اكيد طبعا، اكيد. احنا كنا زي ما قلت من شويه بنخلص الجيم في ثلاث نقلات اربع نقلات، مش محتاجه كتير، يعني مش محتاجين مدرب بيقول لنا خليك حريص، العب جد، لا 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 لا, لا, لا. يعني كنا من جوانا. انت قلت هيدوكوتي من شويه، لسه قايل دلوقتي ان هيدوكوتي لما شاف ان احنا بنعمل السروباس والاوفر ده، وده ذكاء من المدرب ان هو يطور فكره. طبعا لما لقى لعيبه عنده بتعمل الكلام ده كله، طب ما اكدش عليه ليه واعمل الكلام ده كله عشان يكسبوني فيه؟ انت فاكر يا مصطفى، احنا ما كناش محتاجين مدرب يحمسنا، دي حقيقه، او ما كانش عندنا حاجه اسمها اعداد نفسي اساسا. لا 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 لا. يعني اللي كان بيتحط احتياطي فينا كان بيبوس ايدي وش وضهر احتياطي، يعني كنا كام يعني، كنا فرقتين. انا اقول يعني اقول للناس حاجه غريبه، يعني لا قول انت، ثلاثه في نص الملعب، وثلاثه قاعدين على الدكه، وثلاثه قاعدين في المدرج، دي حقيقه، لدرجه ان هيدوكوتي كان بيتلكك ان حد من الثلاثه او السته دول يعني يجي له شد، يجي له مز، عشان يراضي الناس اللي في المدرج. بالظبط كده، بالظبط. في مره واحنا في التمرين، في بدايه التمرين، فشطه في ناموسه جت على رجله، حاجه نمله بتاع، فوقف بيهرش. فالخواجه شافه بيهرش فجاله، قال له في حاجه؟ قال له بهرش. قال له لا انت فيك شد. قال له لا ده انا بهرش. قال له لا انت فيك شد يا دكتور، خد انت عليك طبيعي، خدوه. فصاحبه شطه وشطه يقول له هو الواحد ما يهرش في البلد دي، حرام عليكم، حرام عليكم، انا ما دخلناش زنزانه. الهرشه دي قعد له حوالي اسبوعين وبس، كان في التمرين ساعتها كان بيكسر الدنيا، اصل اللي كان بيقعد كان بينزل. انا مره كنت عيان ما قدرتش العب الماتش، فطلعت بره وطاهر الشيخ كان لسه جاي من كندا، ايوه لسه يعني ما لعبش، فمين هيلعب؟ قاموا لاعبين طاهر الشيخ، قام جايب جولين اول ما قام جايب جولين، فانا قاعد في البيت عيان وبتاع، قلت طب انا هرجع ازاي دلوقتي بقى؟ انت لازم تجيب واحد ببندقيه وقعد في المدرج. رجعت وتمرين وجاهز، استنى الدور بقى لما يجي لك بقى. طيب.